هذا المأتم هذا اليوم، نقف هذه الوقفة المباركة عزاء في أخينا السنوار قائد الهمام الذي أحيا الأمة من جديد، أحياها بعد أن بعد سباتها. هذا الرجل الذي فجر طوفان الأقصى في 7 أكتوبر اغتالته هاد الشرذمة الصهيونية الحاقدة على الأمة الإسلامية، ولكن يبقى هذا الرجل كما كان يتمنى أنه قام شهيدا واغتالته وهو في الميدان ليس تحت الأنفاق. إنه رجل بألف رجل بأمة، ونحن في هذه الوقفة من مدينة فاس إذ نحسبه شهيدا عنده سبحانه وتعالى، نحسب السنوار هذا القائد الهمام وهو قدوتنا شهيدا عنده سبحانه وتعالى، والنصر من عند الله عز وجل. ونحن نقف وندعو الله تعالى أن ينصر إخواننا في غزة، وندعو الأمة الإسلامية والأمة العربية أن تقف مع الشعب الفلسطيني البطل الذي صنع بطولة لم تكن بعد في تاريخ من كان قبلنا. وبالتالي فإننا من هذه الوقفة من ساحة جباري ومن مدينة فاس نعلنها تضامننا مع الشعب الفلسطيني وإدانتنا إلى القوى الغاشمة، إلى الكيان الصهيوني، إلى الكيان الصهيوني وإلى كل الأمريكان الداعمين وكل الفرنسيين والأنجليز وكل هؤلاء الذين يدعمون هذا الصهيوني الحاقد. ولهذا نقول من هذا الموقف وتأتي هذا الموقف تأتي هذه الوقفة تعبيرا منا على التضامن ديالنا مع الشعب الفلسطيني البطل. وتحيا السنوار رحمه الله، كان قدوة وكان رجلا بأمة، ونسأل الله سبحانه أن يتقبله الشهداء. وإذا ذهب سيد فإنه سيأتي سيد، ولا والله سبحانه وتعالى من وراء القصد، والله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. وتحيا القضية الفلسطينية، وما النصر إلا من عند الله، وتحية لكل الأحرار في العالم، وتبقى فاس مقاومة ومناضلة وليست مطبعة، وكل الإدانة للمطبعين والمطبطين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.